أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان. وتقارب الزمان معناه تقارب المسافات، تقارب الزمان معناه تقارب المسافة، لأنه لا زمن إلا بمكان ولا مكان إلا بزمن لارتباطهم ببعضهم البعض. فتقارب الزمان معناه المسافة التي كانت تقطع في شهر أيام النبي صلى الله عليه وسلم الآن تقطع في ساعة أو ساعتين بالطائرة. فيبقى ده تقارب الزمان، يعني ما كان يقطعه أجدادنا في شهور نقطعه الآن نحن في ساعات معدودة. يعني ممكن إنسان يصلي الفجر هنا في مسجد الأشراف ويركب طيارة يروح يصلي الظهر هناك في الكعبة، ويركب طيارة هناك من جدة بعد ما يصلي الظهر يروح يصلي العصر في الكويت، وبعدين يركب طيارة من الكويت يروح يصلي المغرب في العراق. طب هات انت واحد ايام النبي بقى كده، فاهو في يوم واحد اهو يصلي كل فرد ببلد شكل، هات كده واحد ايام النبي يطلع كده من مصر يروح الكعبة ويطلع من الكعبة على الكويت ومن الكويت على العراق، عايز له 6 أشهر، عايز 6 أشهر. إنما الوقت في أقل من 12 ساعة أو في 20 ساعة. يبقى تقارب الزمن، يبقى الزمن متعلق بالمسافات اللي تقطع، لأن كانوا يضربوا المثل في المسافة بالزمن أيام النبي. يقول لك مسيرة 40 يوم، مسيرة شهر. يعني كأن بيحسب المسافة بالزمن. فما النبي يقول يتقارب الزمان معناه ايه؟ معناه تقارب المسافات، معناه وسائل المواصلات تكون سريعه بحيث ان الانسان يقطع في يوم ما كان يقطعه غيره في شهور طويله. مش معناه ان الساعه تبقى 10 دقائق، لا. مش معناها ان الدقيقه تبقى اقل من 60 ثانيه، لا. مش مساله كده، مساله زي ما احنا عايشين كده. تقارب الزمان معناه تقارب المسافات، أصبح العالم كله كقرية واحدة. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما نحن فيه الآن بالضبط. يتقارب الزمان، وده برضو يفسر لك حديث الدجال، إن أول يوم كسنة، يعني يقطع مسافات تقطع في سنة أيام النبي، اعملها في يوم واحد أول يوم من ظهوره. يعني يزور بلدان ويظهر فيها ويظهر فتنته في أول يوم كسفر سنة في أيام النبي، وتاني يوم كشهر. يعني إيه؟ يسافر سفرات كانت تقطع في شهر يقطعها في يوم واحد، وبعدين تالت يوم كأسبوع، سفرات اللي تقطع في أسبوع يقطعها في اليوم التالت، ثم ينتشر فتنته بقى مش محتاج يسافر، وبقية الأيام كأيكم هذه، يستقر أمره بقى ويقعد 40 يوم فتنة الدجال. فهمت بقى؟ مش يوم كسنة، يعني ايه؟ لدرجة ان الصحابة استعجبوا قالوا: طب يا رسول الله اليوم اللي سنة ده هنصلي فيه فرائض يوم واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قدروا له قدره، يعني حسب الشمس قدروا له ايه؟ قدره. فانتوا ماشيين زي ما انتوا ماشيين، الظهر بيدن عند الزوال، بعد الزوال بلحظة، العصر عند ظل الشيء مثليه، عند غروب الشمس تصلي المغرب، لما يطلع الفجر انت مالكش دعوة بيسافر ويروح فين، ظهر في امريكا وبعدين بقى في انجلترا وبعدين بقى في فرنسا وبعدين جاء في دول حوض البحر المتوسط، كل ده كان يقطع في سنه. فهمت ازاي؟ ده هو عمله في يوم واحد، لكن انتوا قاعدين بتصلوا في ايام كل عاديه. فهمت بقى؟ قدره له قدره. شفت كلام النبي قوي ازاي؟ كانوا زمان مش فاهمين الفقهاء ان قطع المسافات دي تقطع بالسرعه دي، فقهاء القدامى. فقال لك: اه اصل ربنا هيأخر تحرك الشمس ويخليها تتحرك ببطء شديد اول يوم، مش هيغير الاكوان عشان الدجال، هو اهون على الله من ذلك، لا يغير النظام الشمسي، النبي قال هو اهون على الله من ذلك. فاهم؟ لكن هو هيمكنه الله من وسائل حديثه بحيث ان هو يستطيع انه يمطر الامطار. يعني هو الان عندهم قدره ببعض الغازات لما يوجهوها للسحب يقوم يخلي السحب تمطر، او ببعض الطرق معينه ان يقدر، لدرجه ان هم هيوصلوا لمرحله ان يديلك صور بدون شاشه مجسمه ثلاثيه الابعاد بدون شاشه. فهمت ازاي؟ يعني يجعل لك كده الفراغ هو الشاشه، الفراغ اللي امامك ده، فيقوم يهيئ لك صور، يقوم يصور لك مثلا ايه؟
العذراء، دول شوف العذراء جت، يقوم النصارى يسجدوا لها، يا سلام زي ما عملوا كده، واخد بالك ازاي؟ هو الوقت هتطلع تلفزيونات على فكره بدون شاشه وثلاثيه الابعاد. يعني ثلاثيه الابعاد يعني ايه؟ يعني تجد امامك الممثلين والمذيعين وبتاع بيتحركوا في الصاله عندك وفي الريسبشن، وهي مجرد اوهام موجات، هم لا وجود لهم، لكن انت شايفه. تصور يقوموا ايه؟ يخيلوا الناس، يطلعوا لهم صوره المسيح، يقول لهم ايه؟ اعبدوني، يسلطوها، يخليها له، جايه لهم السماء، السماء بقى فيها صوره المسيح، يقول لهم اعبدوني. كل دي فتن للدجال خطير هيعملها، واخد بالك ازاي؟ وهم حاليا بيفكروا في كده، بيفكروا في ازاي يمطروا السماء وازاي يمنعوا المطر. يعني في بعض الغازات تخلي ايه، اذا انتشرت تمنع ان السحاب ياتي فوق هذه المساحه من السماء، فيقدر يمنع المطر من مساحه معينه فينتشر الجوع، ويجعلوا يركزوا السحاب في مكان معين عشان ينتشر المطر، فيبقى في خصوبه في حته وفي فقر في حته، ويبقى الخصوبه هتبقى في المنطقه اللي قاعد فيها الدجال، واللي عايز يشرب وياكل وبتاع يجي عندي، واللي مش عايز خليه يجوع بقى ويموت. فهمت ازاي؟ كل ده، كل ده بيحصل بس بالتدريج. وحصل هنا لما صوروا صورة العذراء في شبرا، كانت تجربة أمريكية على فكرة في حكاية الإيه، الصور، الصور اللي هي تبقى إيه، بدون شاشة. فهمت إزاي؟ ليها اسم التصوير ده، ليه اسم بقى افتكره لك أنا، هيولوجرافي أو حاجة كده، يعني ليه اسم، هم ليها اسم عندهم. لأن كانت الكنيسة المصرية اشتكت من عدة سنوات للفاتيكان إن النصارى المصريين كثير منهم بيسلم وإيمانهم ضعف، فإحنا عايزين نعمل حاجة نقوي إيمان. آه دي حصل فعلا، فالفاتيكان راح للأمريكان قالوا إحنا دلوقتي النصرانية قاعدة بتنزوي من بلاد المسلمين، والمسيحيين كل ما يقروا عن الإسلام يسلموا، فإحنا عايزين نعمل حاجة إيه، نقوي إيمان المسيحيين بما هم فيه إيه على ديانتهم. فكانت في الفترة دي عايزين يعملوا تجربة حكاية الصور إيه في السماء كده بدون ما يبقى في شاشة، فقالوا والله فكرة، إحنا نعمل لهم صورة الصليب وصورة مريم فوق الكنيسة في السماء كده، والناس تجتمع والله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، وكله بقت الكنائس مزدحمه ما شاء الله، والنصارى ايمانهم قوي في الكفر، واخد بالك، الحمد لله، واخد بالك، وادت المهمه. كل دي تجارب عارف هيعملها الدجال، لان الدجال حاليا مقيم في امريكا، بيقود امريكا من الباطن، وكان ايام دوله المستعمرات كان مقيم في انجلترا، هو بينتقل لكن هو موجود بيقود الشر من الباطن. فهمت بقى؟ لكن لازم تبقوا فاهمين. فيعني تقارب الزمان والحاجات دي احنا عايشينه، فهمتني بقى ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هيشير للسماء تمطر، اه ما عندهم الوقت بيعملوا كده. يعمل اجهزه معينه وغازات معينه تطلع وبتاع، بعد 6 ساعات تجتمع السحب ويعمل لها كده تمطر. وهي كلها باجهزه، لانه اهون على الله من ان يغير له الاكوان. لكن كلها اجهزه علميه. فهمت ازاي؟ ادي كل حاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هو هيقتل الرجل ثم يدعوه فيحيى، قالوا ايه ده؟ الصحابه استعجبوا، فقال هو اهون على الله من ذلك، ان هي احياء موت حقيقي، ده هو ممكن يشير اليه بآله عنده فيصيبه بالاغماء الشديد فيقوم ايه؟ يفهمي كده، وبعدين يشير اليه بآله ثانيه يفوقه. فهمت ازاي؟ فيفوق يقوم الناس يقول يا سلام ده موته احياء. فهمت ازاي؟ ما دي اللي بتحصل، لدرجه ان هو لهذا الرجل يقول له لا تستطيع ان تفعل في مره اخرى مثل ذلك، هي مره واحده ليك، يعني حتى الجهاز اللي انت عملته استعملته ده هيفسد بعد المره، تعرفش تعمل فيها كده تاني. فهمت ازاي؟ يقوم يسيبه ويمشي، يسيبه ويمشي لانه دجال.
فهمت بقى؟ يبقى يتقرب الزمان مش معناه ان هيوقف الشمس كده وتتحرك ببطء زي ما كانوا بيقولوا الفقهاء بتوع زمان في تقارب، لا لا، تقارب الزمان معناه تقارب المسافات، معناه العالم كله سرق القرية الواحدة، ما يقطع أيام النبي في سنة يقطع اليوم في عدة ساعات. أدي معنى تقارب الزمان، لأن لا يوجد زمان بلا مسافة، بلا مكان يعني، ولا يوجد مكان بلا زمان. لدرجة إن أينشتاين نفسه قال لها، قال إيه؟ زمكان. ما رضاش يقول زمان ولا يقول مكان. سماها زمكان كده. قال ده في حاجة إحنا عايشينها اسمها الزمكان. أنت محصور بالزمان والمكان. وعشان كده إحنا صلينا الفجر أهو الحمد لله. لكن تعرف إن هما في ماليزيا الوقت بيستعدوا لصلاة الظهر؟ لما يتغير المكان يتغير الزمن. يعني في ماليزيا الوقت يمكن ايه ابوكو مثلا قايم يتوضى دلوقتي بيستعد عشان يروح الجامع عشان الدور هيدن، واحنا لسه قاعدين ما صليناش حتى الضحى. فهمت ازاي؟ تروح امريكا تلاقيهم ايه بيصلوا العشاء، او صلوا العشاء بقالهم ساعتين ونايمين، وهكذا. يبقى يختلف الزمان باختلاف المكان. فما فيش حاجه اسمها زمان محدد كده، لا، ده الزمان لابد تقول زمان في اي مكان. وعشان كده اما يأذن الاذان يقول لك ايه؟ مع مراعاه فروق التوقيت، يعني كل مكان ليه اذانه. فهمت بقى؟ ادي معنى تقارب الزمان. فهمت؟